إذن بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني المشاهدين، سلام الله عليكم جميعا. مرة أخرى نلتقي في هذه المباراة، مباراة ربع نهاية كأس الحزم الثاني في النسخة 56، وتجمع ثلاثية محمد بن عصرو، نور الدين بوخريس وسي محمد بجيوي عن جمعية أمل الحاجب، تنازل عبد الله البوسكراوي، عادل شوبي ويوسف عن اتحاد الرياضي القنيطري. غير موفق يوسف في التسديدة الأولى، وموفق في التسديدة الثانية. كاسكت يا الجمهور الكريم، عادل كاسكت، اخوان اللي محاولة ثانية عادل، موفق عادل، جولي كارو. كان سي محمد بجوي موفق، ضرب حيد الكارو وحسب كرته. ركي إلا كان في السباق، عبد الله ركي إلا كان في السباق، مستعجل موفق محمد بجوي، دوزيام تير ريوسي وتحسب كورت. إذن كما صرح الحكم فهذه المباراة اللي تتلعب أطريس، إذن الثلاثية اللي غادي تكون سباقة للتسجيل 13 نقطة غادي تأهل المباراة النصف النهائية اللي غادي تلعب غدا صباحا إن شاء الله. وعزيزة محمد بن عصرو، إذن على ما أظن جوج في الأرض لصالح ثلاثيات جمعية أمل الحشب. إذن ناتاك لا دوزيام مان، إذن تنطلق الجولة الثانية، جوج مقابل لشيء لصالح ثلاثيات محمد بن عصرو، نور الدين بوخريس، سي محمد بجوي ضد ثلاثيات سي عبد الله البوسكراوي وعادل الشوبي ويوسف. نور الدين بوخريس الملقب أصالة في التأشير بيان، بيان تيري بيان تيري سيرمو، حيد لابو ديال لادفيرسير وحسب كورتو. إذا ثلاثة في الطابي لثلاثيات محمد بن عصرو. بيان جوي عبد الله، هرس لي 3 بوان. بيان جوي كرون، لعب كورتو كولا لابو، ربح النقد، دارها دوفون لابو.
إذن يوسف ديكاجا لابول ديال لادفيرتير مع لابول ديالو وخلى جوج في الطابيك إن لم تكن ثلاثة. بيان شوشو بقى عنده كرة بقى كرة عند بجوي جولي تير وحسب كرة بيان تير بجوي او تربح الشاوبي لوب سوف لامين بيان جوي واجو طويل وصوتي وكل شيء بجوي شو يدي فين توصلوا؟ والله قوي يا تير طويلة يا قريطة خلى لهم فرصة باش يديو كروس مارك في هذا الأمان شوبي دبول تضيف الأولى بالإمكان ديالو يضيف الثانية ومن بعد عاد نحسبوا الطابي يعني الاخوان تيقولوا عنده ثلاثة في الطابي فرصة يدي في الرابع بثلاثة تزيد الرابع إذن تتغير النتيجة بعد هذه الجولة تصبح خمسة لثلاثية عبد الله البروسكراوي جوج لثلاثية محمد بن عصروق جمعية أمل الحشب أذكر أن هذه المباراة فهي مباراة ربع نهاية كأس الحسن الثاني بمدينة إفران لموسم 2023 في النسخة ديال 56 النسخة 56 اللي عرفت المشاركة ديال 335 ثلاثية بجيوي وتير موفق بالجوي كرة الثانية ديال عبد الله وتربح جولي عادل يلا باش جوي بول لو بوان با دروا من يديك با دروا من يديك يا بجوي اللي تيتعب على بجوي هو انه قليل قليل فين تيتدرب قليل فين تيلعب فتخلى على لي بول تقريبا منذ العوده ديالو من بطوله العاب البحر الابيض المتوسط بالجزائر
يلا ابو ناصر. بس يا عزيز وكاين نقول راه هذا الكونكور محال مقام محمد هو خير يكون اونيتير راه كاين شي تمر فيه هو الاول. كان عادي تيخلي لو بوان الثلاثية بالعصر. مال طومبي يوسف قوصوا عليه الخوت. جولي بيان جوي. عين السمح دائما دائما سيمو بو لو بوان. بيان قدا غرد سي محمد قدا الغرد. عندنا اخر كره في هذه الجوله عند نور الدين بوخريس. واش غيضيف الثاني؟ واش غيقلص الفريق؟ وبالفعل تهدف الثاني اذا جوج وجوج اربعه اربعه خمسه. في النقاش دوك الدراري اللي غلبانه اللي بقاو فيا مساكن دوك ديال سيدي ملوك ديالاش؟ سيدي ملوك سيدي ملوك شي دراري مساكن وصلوا لويتيام ولا بيل 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 اربعة اللي بيل فاني Thank you.
عمر صغير إلى كان في السينما. عمر صغير. بادر وعد. ماذا وقع لثلاثية محمد البوسكراوي في هذه الجولة؟ أوبسي غير موفق يوسف، عادل في محاولة ثانية لضرب الأوبسي غير موفق عادل كذلك، كان هذه اون مين أوبلي بالنسبة لثلاثية البوسكراوي لويس كابي القنيطري. فرصة مواتية، فرصة مواتية لثلاثية محمد بن عصرو. سانك بول وان بوا في الارض اللي ضافوه اربح. يلا قبول عند البوينتر نوردين بوخريس. ولا دست يعني غادي يخرجوا للضرب. ثانية بوخريس، ثانية موفق. بن عصرو بدوبول هذا قريطة الدماس. في الاخير غادي يلتجئوا للضرب سيمو بورترو. ممتاز وحسب كورتو. اذا 6 في الطبيعة على ما دون 4 والدوبول عند بن عصرو 6. اذا 6 و 4 10. جولة ممتازة بالنسبة لثلاثية محمد بن عصرو، وجولة للنسيان بالنسبة لثلاثية لويس كابي، ثلاثية البوسكراوي شوبي ويوسف. 6 غير موفق سي محمد فهاد التسديده هادي. أذكر المشاهد الكريم أن هذه المباراة فهي مباراة ربع نهاية كأس الحسن الثاني في النسخة 56 سنة الموسم 2023. هذه النسخة هادي اللي عرفت المشاركة ديال 335 ثلاثية. وصلنا الأدوار الربع الآن والمتأهل غادي يلعب نصف النهاية ابتداء من صباح يوم الغد إن شاء الله.
لان بالنسبه للدوري نصف النهائي والنهائي فيترك لصبيحه يوم الاحد. لان النتيجه على ما اظن 10-5 لو دوزيام تير ديال بالجوي موفق هذه المره. بوسكراوي الكره الاولى ما تنظرش واش وصلت، لان الثانيه غادي يحاول يلعب مع كورتو. كرة التالية تربح بها. بيان جوي كورتو، بيان جوي. لاحظوا ستيل ديال يوسف، بيان تيري، ضرب وحسب كرة بيان تيري، وهي نالت صفقات ديال المشاهدين الكرام. إذن قريتها تيهرس واحد، تيوضع على بولون تريبول، تيهرس واحد خلا أن بوا في الأرض لثلاثية البوسكراوي. شوبي موفق ضرب بور دو حسب جوج. إذن يتقلص الفارق من جديد، تصبح نقطة واحدة 10 لصالح ثلاثية محمد بن عصرو جمعية أمل الحجب، تسعود لثلاثية عادل شوبي لويس كابي القنيطرية. موفق نورتي. خابيا جوي عادل، خابيا جوي عادل. مالغري انه حيد لابول ودارت كونتر في لابول اللي خرجت ديالو ديال لادفيرسير، ولكن كارو ديالو محسوب بياتيري بجو. اذن في مستوى ديال الثلاثيتين، لا الثلاثيه ديال عادل شوبي ولا الثلاثيه ديال محمد بن عصرو 10، والنتيجه ديال 10 تسعود، فيصعب الصراحه التكهن شكون هي الثلاثيه اللي غادي تفوز في هذه المباراه هذه. رغم ان هذه الوضعيه هذه فهي غير مناسبه لثلاثيه البوسكريوي. اذا اظن ان الثلاثيه اخذت قرار يسدد على لوبتي، حيد كره فيزا لوبتي وحيد كره. افونتاج اللي يقول عن ثلاثيه جمعيه امل الحجب، اين بول عند بوانتور، اين بول عند تيرور، ودو بول عند دومي قريطة. بينما الادفيرسير عندهم دو بول، اين بول عند شوبي واين بول عند سمير. لو بو في الارض صالح جمعية امل الحجب 10-9. بيان جوي بيان تيربح عادل محمد بجوي اوتير. الوغ الا حيد كره حساب اخر، والا لصق فيها حساب اخر كثار، لان غادي نشوفوا محمد بجوي شنو غايدير. بوق الزيره حسام
بقص دير حسا هي هي هي. قريت عدو رأي آخر محسوبة عنده الزهر محسوبة إذا هنا عطى صاحبو يضرب بوردو يلا كور يلا قريتا بوردو الصوت على بول قريتا خلى لو بوان اذا التعادل الان بهذيك لو بوان في الارض 10-10 ويوسف بقى عنده كره اخر كره في الجوله عند يوسف وبالفعل سيضيف الثاني اذا تولي الاسبقيه عند ثلاثيات لويس كابي ثلاثيات البوسكراوي 11-10 هذه المره أظن النتيجة التي أخذت القرار الضرب اللبسي قريتها بعد رواية قريتها تعقدت الأمور بالنسبة للثلاثيات محمد بن عصر آخر كرة عند نور الدين بوخريس خاصو يزحم بها على بول قلب على شي بول دوفون خلى اليوم لو تيرا هو لو دوزيام في الارض اذا ما نقولوا غير سالات كره عند عادل دوبول عند يوسف دوزيام في الارض لا بارتي سو جوا 13 اذا بالفعل ثلاثيات محمد بن عزرو تسلم على ثلاثيات البوسكراوي اذا هنيئا لثلاثيات عبد الله البوسكراوي بالتاهل الى نصف نهائي كأس الحسن الثاني في النسخة 56 الموسم 2023 كان معكم حبيب بزين في هذه النقلة تحية للجميع وإلى اللقاء من جديد